السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نعمل زخارف إسلامية على الهوايت. اقوله مثلا عايز الافيشن، تمام. ابدأ ارسم الحيطة بتاعتي، اقول له انا عايز ارسم وول بالشكل دوت، وبعد كده اروح لي الافيشن منهم، تمام. دي الحيطة اللي تحتي. طيب عايز ابدأ احط صورة، اقول له انسيرت، اقول له انا عايز اعمل انسيرت لصورة، وابدأ اختار صورة تكون مثلا زخارف اي او بي، وابدأ اصغرها بحيث انها تبقى على قد الحيطة بالشكل دوت. ممكن اقول له خليها واير فريم. طيب هاجي بعد كده اقول له انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس، هقول له انا عايز اعمل وول، طيب هقول له انا عايز اعمل اكستروشن، فبيقول لي حدد الحاجه اللي هترسم عليها، لان لو انا برسم في ليفل ارسم على ليفل اللي انا فيه. طب انا دلوقتي موجود في الفيشن، فهقول له انا عايز ابدا اعمل بيك ابلان، واروح احدد الحته ديت كان هي دي اللي انا هرسم عليها دلوقتي. طيب هبدأ ارسم الادوات بتاعتي اهوت، هبدأ ارسم مثلا الحيطة بالشكل دوت من هنا لهنا، وبعد كده هعلم على الشكل دوت، واقول له انا عايز اعمل روتيت من النص بالظبط. فعشان احدد النص بالظبط هبدأ ارسم خط كده من النقطة دي للنقطة ديت اس اي، على اساس يجي يعمل لي سناب للاند بوينت. وبعد كده هعمل سيلكت على الشكل دوت، واقول له روتيت، واروح احدد من النص بالظبط، تمام. عايز اقول له كوبي، واقول له ايه من هنا كده 45، تمام. الغي الخط دوت، وبعد كده هستخدم الاداه اللي هي قط لده وده 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 وده. في حالة ان انا اشف الشكل اللي انا عايز، تمام، تي ار في هنا خط في مشكلة، فهاجي هنا اقول له انا عايز اعمل ميرور من هنا لهنا، اقول له تي ار. بالشكل دوت يبقى احنا عملنا المكون الرئيسي دوت. بعد كده نقدر نديله زي سمك، تمام، ونبدأ بعد كده نكرره. يعني هقول له مثلا انا عندي عايز اقول له اوفست، فهدي له اوفست بجينيريك، اوفست جينيريك، نمبر. طيب ده هنا الماس كبير، هقول له خلي ده زيرو وده هو ده الواحد. بقى معايا الشكل دوت، اقدر اخد كده كوبي، تمام، مثلا من هنا لهنا، ونقدر نكرره، تمام. وفي هنا عندي تكرار تاني هنبقى نعمله، بس خلينا ناخد التكرار دوت من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. انا مغير في المقاسات اللي هو عاملها، اقول له هنا كوبي، واقول له من هنا لهنا. ممكن اقول له بقى ايه مالتيبل وكونسترين، طيب احنا كده عملنا الشكل دوت، هقول له موافق، خرج عندي حاجة بالشكل دوت. طيب انا عندي هنا المفروض في شكل تاني، فهقول له كده ايه ده الشكل الاولاني بتاعي. الشكل التاني بقى انا عايز مثلا كوبي من هنا لهنا، ده شكل وده شكل تاني، تمام. طيب تقدر
في اي وقت تعمل فينش موديل، او تقدر تدخل وتعدل فيه بحيث ان انت تزود حاجة تنقص حاجة براحتك. تمام. طيب لو قلت له فينش، نيجي نبص عليه بقى في 3D ملغي دوت، هتلاقي ان هو طلع لي حاجة بالشكل دوت. تقدر في اي وقت تلغي اجزاء من هنا، بس لازم الشكل يكون مغلق. يعني ممكن تيجي هنا تقول له edit in place مثلا، وتيجي مثلا على الجزء دوت وتقول له مثلا عايز اعمل edit وتلغي الاثنين دول مثلا. تمام. وتبدا توصل ده بده وده بده وهكذا، بحيث ان انت تقفل الشكل بتاعه ده. بس كان مجرد مثال لو انت عايز تعمل حاجه بالشكل النوش ديت.